انطلق المنتخب العراقي في رحلة الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، رحلة ستكون محفوفة بالعديد من التحديات التي ستواجه أسود الرافدين، والبداية ستكون من العراق وبالتحديد من ملعب البصرة أمام المنتخب العماني، ويلاقي بعدها بأيام منتخب الكويت هناك على استاد جابر الأحمد الدولي. المنتخب بدأ معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة بعد أن وصل إليها يوم الأحد، حيث كانت أولى الوحدات التدريبية للمنتخب بمشاركة 18 لاعبا محليا بعد أن تعذر وصول كل المحترفين إلى المعسكر بسبب انشغالهم مع أنديتهم. من المتوقع أن يتواجد كل اللاعبين في الأيام الأولى من الشهر المقبل. أمل كبير تعيشه الجماهير العراقية بأن تكون بداية المشوار بأفضل طريقة ممكنة، وذلك من خلال تحقيق أول 3 نقاط بالمجموعة أمام منتخب عمان، ومن بعدها نقاط مباراة الكويت، وذلك بعد الحفاظ على استقرار المنتخب بعد أن انتهت قصة التجديد للمدرب الإسباني كاساس إلى عام 2027. برأيكم كيف ستكون انطلاقة المنتخب بالتصفيات النهائية لكأس العالم؟